الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الدكتور وليد وهب المحامي في ثاني حلقات المنصة القانونية، وموضوع اليوم المتعلق برسالة شكر وتقدير لمن هم سبقونا وعلمونا وتدربنا وتتلمذنا على يديهم في مهنة المحاماة وفي كلياتنا، وتعلمنا منهم الكثير. وبادئ ببدء أوجه شكر وتقدير لمعالي السيد النقيب رجاء بيعطية والسادة الأساتذة القائمون على اللجنة الإعلامية لنقابة المحامين وموقع نقابة المحامين على ما يقدموه من جهد مبذول ورائع حقيقة، يعني في الموضوعات المختلفة وفي نقل الأخبار المتعلقة بسير العمل بالمحاكم. ويمكن أنا عاوز أوجه شكر للكثير والكثير من الذين تعلمت على يديهم والذين قابلتهم صغيرا وكبيرا، لا أميز بين إن كان شخص قد أنا علمته شيئا قد تعلمت منه أنا آخر. ويمكن أن أذكر أسماء كثيرة تعلمت منهم قابلتهم ومنهم عملت معهم ومنهم قرأت فقط مذكراتهم أو صحف الدعوة الخاصة بهم لمجرد أن أسمائهم عليها، فهذا في حد ذاته تعلم، فخيركم من تعلم العلم وعلمه. ولكن أنا أوجه رسالة شكر وتقدير لشخص اليوم، وهو أستاذي ومعلمي، وهو الأستاذ الدكتور عمر الفاروق الحسيني، وهو أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة بنها. حقيقة هذا الرجل أنا شرفت بالعمل معه وتعلمت منه الكثير، وأثر فيا وفي شخصيتي وفي سلوكي وفي أسلوبي وحكمي على القضايا وطريقة عملي وأسلوب مرافعتي، حتى انتقاء الألفاظ، انتقاء الجمل، التعبيرات، أدق التفاصيل تعلمتها منه. فلم يكن يوما بباخل علي بأي علم أو معلومة، ولو كنا حتى اختلفنا في الآراء كان يستمع إلى الرأي الآخر ويناقشه، وإذا ما اكتشف أن فيه صواب يضيفه، فلا يتردد أبدا في أنه يضيف المعلومات ويستزيد، حتى أنه كان يقول أننا نتعلم من بعض. كنت أقول له كيف حضرتك أستاذنا، فقال لي لا، إحنا كلنا بنتعلم من بعض. حقيقة هذا المثال الرائع لأستاذ جليل ومحامي كبير تتلمذ على يديه الكثيرون والكثيرون، يمتاز بالعلم ويمتاز بالتواضع، وله مكانة بارزة في العلم والقانون والمحاماة، ولا يتردد أبدا في إعطاء نصح لأي شخص يطلبه منه. وأكثر شيء تعلمته منه هو مراجعة ما أبديه من آراء. يعني أنا ما ينفعش أحط حكم محكمة نقض إلا لما أرجع لمضمون الحكم وفحواه وأسبابه، وأعرف إن كان مرتبط بالقضية التي أعمل بها أو أكتب مذكرتها أم لا. فهذا أكثر شيئا أذكره من الأشياء الكثيرة الكثيرة والتي لا تحصى التي تعلمتها منه. وإن كان من الأشياء المميزة والتي قد يقع فيها الكثيرون أو يلجأ البعض في أنه هو يكتب أحكام نقض من مجرد مذكورة على النت أو موجودة في كتاب أو موجودة في صحيفة الدعوة دون أن يرجع لمضمونها، فيكتشف إذا ما رجعت إلى مضمون هذا الحكم قد يختلف تماما مفهوم الحكم الذي تستند إليه في القضية التي تبدي بها دفاع.
فهذا من الأشياء القليلة فقط التي تعلمتها منه، وإن عددت الأشياء التي تعلمتها منه لن يسعني لمجرد فيديو واحد، وإنما سوف أحتاج إلى فيديوهات كثيرة. لكن أوجه تحية شكر وتقدير لسيادته الأستاذ الدكتور سيادة العميد عمر فاروق الحسيني، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها، وعميد كلية الحقوق جامعة بنها. وأنا بعتذر على الإطالة وبشكر حضراتكم جميعا، شكرا جزيلا.